الخيرات، كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ كما كتشوفوا اليوم الحد، هذا هو الكماله ديال هذا الفيديو اللي كان قبل. هو اللي خرجت فيه نهار الحد ميكلينا رفيسة وارتحت شويه وخرجنا ناكلوا الرايب، ومن هنا غادي ندوزوا المرجان. كما كتشوفوا دزت المرجان واخا ما شرينا حتى شي حاجه، خديت واحد الحاجه اللي خديتها ب 15 درهم عجبتني لا راجلي، ولقينا عامر مرجان ما كنقدرش نصور ملي يكون عامر. خديت هادي الصفايه هادي زوينه وما كتشتش البلاصه وعمليه، خديتها في السفر. المهم عجبوني هادو كاملين، هاد الصفه هذا كامل كيبيعوهم ب 15 درهم. اي حاجه للمطبخ هادي ديال الشميعات كلشي 15 درهم وصافي. لعبت معتمد في راكو عارفين عزيز علي داك العود وصافي. انا جيت على ود داك باش يلعب معتمد، كيعجبو العود كيحمق عليه، فداكشي علاش كنجيبو الاكثريه المرجان على ود هذاك. صافي هادشي اللي كاين. المهم بقيت كنصور لكم، ولكن عامر نهار الحد كيكون عامر بزاف بزاف حيت كلشي كيكون جالس. ومن بعد نوريكم المشتريات اللي شريت من شيخ مفضل، من شارع التوب اللي كيفرشوا في الارض، كيجيبوا واحد السيد كيجيب داكشي ديال 13 درهم غزالين. المهم بيمشي للدار غنصوروا لكم، وغادي نصور لكم املو. واخا املو راه فيديو قديم، غير دخلته مع هذا الفيديو هذا باش يجيكم، ما يجيكمش الفيديو قصير. هذاك املو راه تقريبا عنده شي شهرين ولا 3 شهور باش صورته، ولكن ما حطيتوش. صافي كما كتشوفوها معتمد والعود والزمن طويل ضروري يلعب فيه. وصافي مهم من بعد راه غادي نمشيو للدار بحالاتنا. المهم واحد كما قلت لك دائما كنقول لكم يخرج الوليدات ياكل شي حاجه غير في الباتيسري ياكل. المهم الرايب ماشي ضروري الانسان يمشي شي بلاصه كبيره باش يجلس ولا هذا، ولا يفكر النهار يخرج وليداته يبقى يفكر ليها. المهم كما كان مهم غير يخرجهم يبدلوا حيط بحيط كما كنقولوا. كي دايرين خوتي وخواتاتي لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم في هذا الفيديو في احسن الاحوال. باقي عاقلين هذه الوجه ولا لا؟ انا عارفه تعطلت عليكم تقريبا دابا شي 10 ايام ما حطيتش حتى شي فيديو، وقبل كاع كنت ما حطيتش. يلا اول فيديو حطيته من موراها توفات جداتي، فداك الشيء علاش كنتمنى الدعوة معها بالرحمه والمغفره. فما جاتنيش نهز البورطابل ونصور، حتى النفسيه ما كتكونش عندك. يعني دوك الفيديوهات اللي كانوا عندي قدام هما اللي كنت كنحط في الانستغرام، اللي كندير في تيك توك، يعني ما درتش شي حاجه جديده. المهم البنات انا دابا كما كتشوفوا جيت من عتي راجلي سخفته ودرنا المرجان، ما خديتش انا نوريكم شنو خديت من المرجان. خديت هذا البلاطو هذا كما كتشوفوا زويون، هذا 13 درهم خديته ب 13 درهم، ولكن بلاستيك مزيان عجبني بزاف 13 درهم. هادو كيتباعوا في شيخ مفضل ولكن البلاستيك مزيان، تيتباعوا في مرجان غاليين. وخديت هادي، هادي كانوا كيعجبوني بزاف عند اليوتيوبرز بحال شغل بلادي بحال كانوا عندهم وعجبوني، دايرين 13 درهم. خديت غير جوج ب 520، 260 520 خديتهم بجوج باش نبقى نحط فيهم هكذا الفريت. وخديت باكية الفلو، وحنا مشينا كانت ساراو شي شويه لقينا راسنا زدنا على رجلينا واحد المسافه، مشينا المرجان ولقيت هادي. شنو مشينا على ود المرجان خدينا هادي اللي عجباتنا، هادي دايره 20 درهم، ولكن البنات راه زوينه ماشي داك البلاستيك العادي هانتوما، كتحطها بحال هكذا تصفي فيها بحال خضيره الروز الحوت، زوينه انا عجباتني. دابا انا نديرها حتى الليمون، صفي فيها حتى الليمون. المهم عجباتني الديكور ديالها فيها هانتوما هكذا. خديت الصفر وخديت حكيك ديال النيفيا وخديت هادي، هادي خديناها من البال، هادو هما جدادين ولكن ديال حوايج ديال دايرينهم مع حوايج البال، كاين باقا جديد هانتوما البنات. هادي معتمد كان يحمق عليها ولقيتها في مرجان دايره 100 درهم، عقلتش غادي كنت صورت لكم. هادي خديتها غير 30 درهم هانتوما. غير هي غادي تجي شويه طويله معليش، بقا ينعس بيها هكذا. انا واخا هكذاك غنصبنها لي، انا واخا الحاجه جديده كيعجبني نصبنها.
صافي. من بعد كما كتشوفوا الفلورا درتو غنديرو في الثلاجه، غير برد شي شويه، الحال اصلا بارد. بالنسبه للكاوكاو ديال املو، ها هو البنات، رانا غسلته وخليته يتسقطر ودرته في الفران وكنحمره بطبيعه الحال. خاصكم غير تبقاو تحركوه، وخا تخرجوه تبقاو تحركوه حتى يتحمر بطبيعه الحال. حطيته وغسلته ودابا غادي نسكيلو البنات. دابا غادي نشدو غادي نقيه كله، نقيه بحال هكذا، نحاول نقيه. ضروري تصبروا شي شويه يكون دافي، يعني ماشي سخون بزاف ولكن يكون دافي، ولا ديروه في واحد السربيته وتبقاو تحكوه بحال هكذا، دغيا كيجي ساهل. المهم دابا انا غادي نقيه ونوجد املو. ها هو كوكو البنات، كننقيه وكنحرك بحال هكذا الطاوه، كنحرك الطاوه بحال هكذا وكيتحيد هادي، صافي كنحيدها. عاوتاني كنديرها حتى نكمل نقيه كامل ان شاء الله. المهم حتى نقيه كامل، ودابا غادي نمشي باش نطحنو في مولينيكس. كما كتشوفوا البنات، دابا طحنت كاوكاو، غادي نطحنو كامل وغادي نديرو في هاد الحك، وحتى نطحنو كامل وعاد عاوتاني غنعاود نطحنو مع الزيت باش يدخلو هداك الزيت مزيان. وبطبيعة الحال كنزيد ليه كل مرة، نديرها شوية السكر سنيدة هنا، كل مرة تنزيد ليه السكر سنيدة حتى يتطحن كامل. المهم البنات، ها هو كاوكاو تطحن ليا. دابا غادي نبقى نهزو بحال هكذا بحال هكذا. المهم هنايا عندي نص سيترو ديال الزيت ونص كيلو ديال الكاوكاو، ما غاديش ندير المهم انا غادي نشوف، غادي نبدا نطحن وعيني ميزان. نزيد الزيت هانتوما البنات، طحنتو مزيان. دابا واش كيجا، دابا غادي نديرو في شي قريعه اللي غادي نخبيها فيه. صافي غنبقاو غادي مع هاد العمليه هادي حتى نوجدو املو ديالنا. البنات ها هو املو وجد، تقريبا هز ليا نص سيترو وباقي واحد شويه منه، نص سيترو اللي هز ليا، حيت هاد القرعه هادي راه ما كاملاش نص سيترو فيها، هادي كاملاش فيها نص سيترو. المهم يشوفوا الناس سيدي عليه، راه غير كما قلت لكم الناس ذوقوني في الزيت. هادي كنشراها راجلي هكذا، داك الزيت اللي كنذوقوني الا عقلتو، هذيك تقريبا راه سالات، كنت طحنا مع الشريحه، وهذه كنشراها راجلي هكذا، شرا نص سيترو هكذا. صافي كنحاولوا هذا، وغادي نجيب هذه القريعه هذه وها املو ديالنا. خاصني نشوف شي حك اخر عاوتاني باش ندير فيه هاد الامنو اللي بقى.
حتى تعشيوتي كما متعودين عليا انا ما عززتش عليا داكشي اللي كنحط في داري كنصورو معاكم. درت المقيله غير شويه الكفته شحرتها مع شويه ديال المطيشه ودرت عليها البيض ومعتمد قليت لي هذاك لي نوكات ديال الدجاج. انا تغيسه لي الفيديو كما كتشوفوا انا دائما تيعجبني نقلب الفلو ونكب عليه العسل دائما كنديرها في رمضان وهذا. المهم البنات انا غيسه لي الفيديو وما كنقول لكم دائما كنبغيكم بزاف وشكرا لكم وما تنساوش لي لايك ومع السلامه.